في للنشر هذا الأسبوع بالصوت والصورة. للنشر يقدم لكم دراكولا طرابلس أو أبو الدم. الجوع أم تفكك العائلة هو ما دفع لعشرة أولاد لبنانيين لتقطيع كلب وأكل لحمه. هكذا تسيطر المرأة على الرجل بدم معادها. من حول صباح في مسلسل كاريوكا من نجمة أسطورة إلى لعوب خطافة رجالة؟ للنشر مع طوني خليفة، السبت بعد الأخبار على الجديد.